10,000، افتح عينيك وأغلقها 3 مرات، $15,000. شركة أبل، من لا يعرفها؟ من أضخم الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا في العالم، ومن أكثر الشركات قيمة في العالم أيضا، حتى أن بعض الناس أصبحوا يتعصبون لمنتجات شركة أبل، وبالخصوص الآيفون. في هذا الفيديو سأعرض لكم بعض المعلومات عن شركة أبل، لن أبالغ إن قلت فعلا معلومات تقريبا خيالية نوعا ما، وستعرفون كل شيء، فقط تابعوا معي الفيديو. فالمهم، إذا أول مرة تشاهد فيديوهاتي لا تنسى لايك للفيديو إن أعجبك الفيديو طبعا، ومرحبا بك في قناة مساحة، لا تنسى تشترك حتى يصلك أي فيديو جديد أقوم برفعه، وطبعا لا تنسوا تفعلوا زر الجرس لكي يصلكم إشعار عندما أقوم برفع الفيديو، وحسابي على الإنستغرام، حسابي على سناب شات لمن يريد أن يتابعني، جميع اللينكات ستجدوها أسفل الفيديو. فالمهم يلا بينا نبدأ. ألم تلاحظوا أنه في جميع شاشات جهاز الآيفون تجدون أن هناك دائما الساعة تشير إلى 9:41؟ طبعا بعضكم لاحظ هذا الأمر. حسنا، إليكم سر هذه الساعة أو هذا التوقيت بالضبط. هذا التوقيت صراحة لم يوضع في شاشة الآيفون بالصدفة، لا توجد صدف في هذه الأمور. فهذا الوقت يشير إلى واحد من أهم أحداث التي حصلت في شركة أبل، هي الساعة التي أعلن فيها ستيف جوبز آنذاك عن أول جهاز آيفون، عندما قال ستيف جوبز: اليوم أبل أعادت اختراع الهاتف. وظهر آيفون آنذاك في توقيت محدد وهو الساعة 9:41، أي أن شهادة ميلاد الآيفون هي هذه الساعة. عام 2014 هو عام السمن والعسل لشركة أبل في تاريخها كله. فتخيل معي أن في سنة 2014 باعت الشركة كل يوم 527,841 آيفون، و 173,591 جهاز آيباد، و 53,665 جهاز ماك، والعائد من المبيعات في اليوم الواحد كان يقارب النصف مليار دولار، وبالتحديد 547,397,000. أي أن دخل أبل في سنة 2014 لوحدها كان أكبر من دخل أمازون وفيسبوك وجوجل مجتمعين مع بعضهم. لهذا تعتبر سنة 2014 من أفضل سنوات أبل في تاريخها. تمتلك شركة أبل من السيولة النقدية أكثر ما تمتلك وزارة الخزانة الأمريكية، ويبلغ الاحتياطي المالي النقدي لشركة أبل 178 مليار دولار، حيث يساوي 3 أضعاف الاحتياطي الإماراتي، و4 أضعاف الاحتياطي القطري، و5 أضعاف الاحتياطي الكويتي، و12 ضعف الاحتياطي المصري. فيمكن لأبل أن تشتري فيسبوك بالكامل نقدا على الطاولة، أو شراء نتفليكس أو دروب بوكس أو تويتر وباندورا وسبوتيفاي، كلهم مجتمعين مع بعضهم نقدا. ومع هذا كله سيبقى في جيب الشركة مصروف نقدي بقيمة 59 مليار دولار، وصافي الربح في شركة أبل يحتل المرتبة 14 في قائمة أعلى الأرباح في التاريخ. هذا الربح أيضا أعلى من شركة إكسون للبترول الأمريكية. بالمناسبة، شركات البترول هي الشركات الأعلى ربحا في العالم كله. إن وجدت أبل أي طفل يعمل لصالحها في أحد فروعها الموجودة والمنتشرة في العالم، فإنها تتكفل برسوم تعليمه إلى جانب الأجور والضمان حتى ينتهي تعليمه. فبسبب أن الشركة لديها آلاف الفروع حول العالم وافتتاح آلاف المتاجر التابعة لها في شتى بقاع العالم في كل الدول، فمن الطبيعي أن تجد أن هناك أطفال ليسوا في السن القانونية للعمل يشتغلون في أحد هذه المتاجر. فقامت الشركة بحل هذه المشكلة عبر تحمل جميع نفقات تعليم هذا الطفل، إضافة إلى دفع أجورهم كافة وتوفير وظائف لهم بعد الانتهاء من الدراسة. تمتلك الشركة حوالي 800 مليون حساب آيتونز، أي لم يبقى الكثير لأن تصل إلى مليار حساب. معظم هذه الحسابات مرتبطة ببطاقات الائتمان، مما يجعل شركة أبل واحدة من أعلى الشركات في العالم الحاملة لبطاقات الائتمان. وفي عام 2013 امتلكت أبل 575 مليون حساب آيتونز، وفي عام 2014 أي بعد عام واحد ارتفعت النسبة إلى 40%، وتم تسجيل عدد 800 مليون حساب. هذا العدد يفوق عدد حسابات باي بال و أمازون
مجتمعي، وحقق متجر آيتونز لوحده في الربع الأول من سنة 2015، يعني في الثلاث الأشهر الأولى من سنة 2015، مبيعات تقدر ب 4.570 مليار دولار، وهذا متجر آيتونز لوحده. أبل هي التجزئة الأمريكية الأكثر ربحية في العالم. كيف هذا؟ في النظام الأمريكي تقاس أرباح العقارات بالتجزئة، أي بمبيعات كل قدم مربع، وشركة أبل تتربع على عرش أكثر العقارات ربحية، فربحها من كل متر مربع حوالي 5546 دولار، يعني أموال 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 تتطاير في كل مكان. شركة أبل تكسب في كل ثانية 5000 دولار، يعني بالمغربي 5 مليون سنتيم. ببساطة، طرفة عين واحدة تساوي لدى شركة أبل 5000 دولار، طرفتين 10000. افتح عينيك وأغلقها 3 مرات 15000 دولار، يعني فقط أن تحسب من 1، 2، 3 إلى 10 تكون الشركة قد ربحت 50000 دولار. وفي سنة 2013 كانت إيرادات الشركة تفوق 171 مليار دولار، أي بقليل من العمليات الحسابية لو قسمناها على الشهور وعلى الأسابيع وعلى الأيام وعلى الساعات وعلى الدقائق وعلى الثواني، سنصل إلى أن أبل تربح أكثر من 5000 دولار في الثانية، وتحديدا 5400 دولار. إن سألتك ما هو شعار الشركة، طبعا ستقول لي تفاحة مقضومة. في الحقيقة أنت محق، ولكن يعني بنسبة. فالشعار الأول لشركة أبل لم يكن تفاحة مقضومة، بل كان شعار الشركة في البداية مستوحاة من قصة سقوط التفاحة على إسحاق نيوتن، رغم أن سقوط التفاحة على إسحاق نيوتن مجرد كذبة، لكن المهم لنستمر في القصة. ففي البداية كان هذا هو شعار الشركة، لكن يعني الشركة لم يعجبها الشعار لأن فيه تفاصيل كثيرة. بعد ذلك قام مصمم آخر هو روب غانوف بتصميم شعار جديد للشركة، حيث أخذ فكرة التفاحة من الشعار الأول وجعلها مقضومة حتى تكون مميزة ولا يعتقد الناس أنها حبة كرز. ومع السنين تطور الشعار إلى أن أصبح إلى ما هو عليه الآن. وطبعا أي شخص يسألني ما هو جهازك الآن، سأقول له آيفون. فأتمنى الفيديو يكون أعجبكم ويكون زاد بعض المعلومات في رصيدكم المعرفي. فإذا أحسست أن الفيديو قام بإفادتك ولو بعض الشيء، لا تنسى لايك كنوع من الدعم والتشجيع. أيضا إن كنت متابع جديد لا تنسى تشترك حتى يصلك أي فيديو جديد أقوم برفعه في القناة. وأيضا لا تنسوا زر الجرس ليصلكم الإشعار عندما أقوم برفع الفيديو، وأنا أيضا أقوم برفع فيديو كل يومين الساعة 6 مساء. فالمهم أشوفكم بخير وعلى خير، أخوك يوسف. السلام عليكم.